ازيكم يا اجمد واصيع ناس في العالم. ازيكم يا اجمد واصيع ناس في العالم. اللي خلاني اعمل الفيديو بتاع النهارده ده ان انا عارف في اوقات يعني يعني مراتي دايما بتقول الموضوع ده, بتقول ان انت مثلا يعني في اوقات كل شويه طبعا بتقعد تقول ايه, طب ما تاكل دي, طب ما تجرب دي, طب ما تدوق دي. هي بتبقى متضايقه ان انا ما باكلش معاها حاجات معينه, او بتحس ان انا اللي هو دحاح شويه في شويه حاجات, فاهم يعني؟ لو هم مثلا هياكلوا حاجه كلهم, فحتى لو انا هبقى قاعد مثلا معاهم, بس عارف بفكرهم ان هم لو هياكلوا كنتاكي مثلا, قاعد في وسطهم باكل فراخ مشويه وبطاطا, اللي هو يا عم ما تاكل بقى, يعني احنا حاسين احنا بنعمل حاجه غلط واحنا قاعدين معاك, يعني كان واحد مثلا احنا رايحين السينما ومش مذاكرين حاجه وانت مذاكر, فاللي هو ما قاعدين مش مبسوطين, اللي هو يا عم الواد ده قاعد مذاكر واحنا مش مرتاحين. فانا دلوقتي انا لقيت تكنيك كده, كنت قريته في كتاب, مش عارف قريته في كتاب ولا شفته في فيديو. التكنيك ده بيقول ايه, انت دلوقتي انت اللي متعود عليه ايه, ان انت مثلا بتحط هدف وبتوصل له, واول ما بتوصل له بتلاقي نفسك اللي هو دلوقتي انا وصلت. فلما ببقى عايز اعمل حاجه غلط, يا اما هبقى متكتف ومش عارف اتبسط, يا اما فجاه تزهق وتلاقي ان انت اللي هو انا مش عارف اعمل ايه خلاص, فتبوظ الدنيا. الكلام ده على فكره ده في اي حاجه, انا مش بكلمكم كدايت او كده, يعني انت لو عندك مذاكره, عندك شغل, عندك اي حاجه, فدايما بتبقى بتفكر لو انت بتعمل اي حاجه نفسك فيها بتحس ان انت اللي هو انت مقصر, يا اما في الشغل يا اما في المذاكره هتبقى هتتجنن, يا اما في الدايت ايا كان, عايز تريح مثلا, عايز تاخد راحتك في حاجه خلاص. فلو ضربنا المثل بتاعنا اللي احنا بنتكلم فيه على الموضوع بتاع الاكل والدايت والحاجات دي, لان هو ده يعني في الغالب اللي بنقعد نتكلم عليه عامه مع بعض في حاجات كتيره. لو انت دلوقتي مثلا انت عايز تبوظ, انت مثلا انت شخص بتحب ده, انت شخص بتحب ان انت تبوظ, فانا لقيت لك التكنيك ده. التكنيك ده بيقول ايه, انت دلوقتي عايز تبوظ, فبتعمل حاجه اسمها سيتنج بوينتس او سيت بوينتس. دي بتبقى نقط انت بتحطها لنفسك عشان لما توصل لها ترجع تاني للحاجه اللي انت كنت ماشي عليها الصح. يعني مثلا في موضوع الدايت او موضوع تظبيط الاكل والكلام ده كله, لو انت دلوقتي قاعد نفسك تبوظ قوي او مسافر خلاص, او فنفسك تاخد راحتك قوي في التبويظ, فبتروح حاطين ميزان في الاوضه عندكم ايا كان الوزن اللي انتوا فيه حاليا, وبتحط لنفسك مثلا 5 كيلو زياده عن الوزن او اللي هو ده المساحه اللي انا هبوظ فيها, وكل يوم تصحوا الصبح تقيسه, لقيت ان الوزن بتاعك مثلا زاد كيلو, قشطه انا عامل حسابي على الخمسة كيلو. يوم في اسبوع في شهر وصلت الخمسة كيلو, خلاص انا هظبط عشان الخمسة كيلو دول ينزلوا, وهكذا. وتقعدوا تكرروا الموضوع ده كل ما تتزنقوا في حاجه نفسكم تعملوها وعايزين تاخدوا وقتكم فيها براحتكم, تعملوا الطلعه دي كانكم بتعملوا التبويظ اللي انتوا هتعملوه في اي حاجه بوقت انت عايز تدمر الدنيا خالص في حياتك لمده مثلا اسبوع. فبتعمل على الكالندر عندك او المنبه بتاعك اللي هو بتاع التواريخ, الاجنده بتاعتك اللي على الموبايل, تحط مثلا يوم 15 في الشهر قبل الامتحانات بشهر ان هي ترن, وتفضل بقى قبليها واخد راحتك ومهبل على الاخر. اول ما الجرس ده يرن معسكر لحد ما فتره الامتحانات تخلص, او فتره المشروع اللي انت المفروض تعمله او ايا كان تخلصه, تروح عامل تايمر تاني لان انت هتبوظ, عندك مساحه ان انت تبوظ فيها. انتوا طبعا بتحطوها لنفسكم وبتحددوها لنفسكم وكده, بس هي طبعا بتاعه الميزان دي هي اكتر واحده كانت لفتت نظر يعني, بس الموضوع بتاع النقط دي هيريحكم جامد قوي, مش هيخلي مخكم طول ما انتوا بتعملوا حاجه, انت ممكن تبقى قاعد بتعمل اي حاجه وحاسس بالذنب طول الوقت ان انت خارج, ان انت متاخر في المذاكره, ان انت مع مراتك, حتى وانت قاعد مع ولادك, حتى قاعد مع اي حد, طول ما انت حاطط نقط وكل حاجه محسوبه بوقت, بدل ما تقعد بقى تحط لنفسك لا انا لازم اركز في الاكل ولازم اظبط ولازم كده, تفضل حاسس ان انت معذب نفسك طول الوقت, لا انت تتعب لحد ما توصل اللي انت عايزه, وبعد ما توصل اللي انت عايزه تهبل, بعد كده ترجع تاني تشتغل عشان توصل اللي انت عايزه, تحط لنفسك وقت وترجع اللي انت عايزه, وهكذا. يعني من نقطه بسيطه مش عايز اطول فيها قوي, يعني اظن الموضوع واضح, بس يعني اتمنى ان هي النقطه تكون وصلت لكم, حاجه بسيطه سريعه, واتمنى الفيديو يكون مفيد بالنسبه لكم. لازم اقفل طبعا اللي انتوا سامعين يعني. شكرا يا جماعه قوي ان اتفرجتوا, واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.